ممكن نسجل يا دكتور ولا ايه؟ ممكن ايه؟ نسجل اه ما لا تسجل اهو. ماشي. هو طبعا الأول في الـ لو سكس هرمونز اللي هي بتاعت الأندروجين طبعا دي كلها طبعا فيسيولوجي، احنا يهمنا بقى أنتي هرمونز، يعني هنا مالية ستريس مش مثلا استروجين أو بروجسترون، ده فيسيولوجي. أنا يهمني أنتي بروجسترون، أنتي استروجين، أنتي أندروجين، تمام. بس في بيج بقى 62 في جزء شوية من اللي هو انابوليك ستيرويدز، انابوليك ستيرويدز ده ايوه يا دكتور. طبعا دي عبارة عن ايه؟ دول حاجة اندروجين لايك. طب ما دام انابوليك يعني ليهم بوزيتيف، يعني بيقووا العضلات، طب يا جماعة بتوع الجيم دول يعني بتوع الجيم بيدوا امينو اسيد طبعا في منتهى الخطوره، وبيدوا المواد ديت الانابوليك دي اندروجين لايك زي التستوستيرون كده، طبعا ده بيكون انابوليزم بقى بيزود المصل، لكن طبعا في منتهى الخطوره. فده احنا ليه استعمالات ثانيه طبعا غير بتاعت الجيم والتهريج دوت. فناخد بس منهم وان اكزامبل اللي هو استانوزولول، اذا دول اندروجين لايك ستيرويدز with more selective anabolic action. أصل الأندروجين ليه إفكت على السكس كاركتر، مثلا الفويس، الهيد ديستريبيوشن، البادي كونتور، لكن دول أكتر على الميتابوليزم أكتر، على العضلات دول. فدول بنستعملهم في حالات إيه؟ أهم حاجة anabolic action اللي هي مثلا إيه؟ زي نتيجة مثلا ان كرونيك ديبليتيتنج ديزيز لقيتوها. تمام يا دكتور. طبعا كلمة كرونيك ديبليتيتنج ديزيز يعني مرض مزمن، والعام دوت تقريبا بيد ريدن ما بيتحركش قوي، وسكين اون بونز خاسس خالص. كان زمان مثلا تي بي قبل ما يشوفوا العلاج بتاعه، مثلا عام بتاع الكانسر، على مثلا بيغسل الكليه، يعني حاجات معينه كده فيه، او مثلا برولونجد اموبيلايزيشن اموبايل، يعني مثلا عيان بيد ريدن لسبب من الاسباب، مثلا عنده بارابليجيا شلل نصفي او شلل رباعي مثلا، او عيان مثلا عنده كسر مثلا وقعد متجبس مثلا شهرين ثلاثه في السرير، او عنده اوستيوبوروزس. دول كلهم محتاجين ياخدوا حاجات ليها بوزيتيف الناتج بالانس وما تاثرش قوي على السكس كاركتر. طبعا ممكن دول يكونوا ستات مثلا. اذا العيوب بتاعتهم الخطيره بقى اللي هو فيريلايزيشن بقى، يعني لو واحده ست انفيميل او مثلا او اولاد صغيرين بياخدوا الحاجات ديت، يبقوا يعملوا بريماتيور كاركترستيك، يعني مثلا يبقى في ميل ديستريبيوشن اوف هير، هارش فويس، المصل ستنس تزيد، ممكن برضه السكندري اورجن تزيد، اللارج كليتوريس او الليبيا، يعني فيريلايزيشن في الفيميل. الاخطر بقى من كده اللي هي طبعا هي مكتوبه في الاخر خالص، جوندس وكانسر لانج، برضه بتزود الليبيدو ديزاير فور سكس. شوف ازوسبرميا، يعني ايه ازوسبرميا؟ نمرة اتنين يعني ايه كسر ازوسبرميا؟ نمبر في السبيرمز. مفيش سبيرم طبعا. طبعا انت بتدي من بره حاجه تستوستيرون لايك، بالفيدباك ميكانيزم بتقلل البيتيوتري جونادوتروفين، مش هيطلع بقى دول انتروستيشن سيل استفرزنج هرمون اللي كان بيشغل التس عشان تطلع سبيرم. اذا طبعا ده بيزود العضلات ومش عارف ايه، لكن ممكن يدخله في ازوسبرميا،
غير بقى مشاكل الليفر. اذا دايما الحاجات ديت في منطقه الخطوره بتاعت الجيم، منطقه الخطوره دي ما لهاش، انت في الجيم ده بيدي حاجات ما لهاش انديكيشن اصلا. يعني مثلا ده راح بيلعب بيعمل عايز يقوي عضلاتك، طب انت ربنا خلقك جسمك صغير عايز تنفخ العضلات ليه؟ ما ده اجينست نيتشر. لكن هما اليوزز بقى امراض مزمنه، مثلا واحد عنده كانسر، واحد عنده دي، واحد رأيت تسيب له 3-4 اشهر وقع عنده اوستيوبروزيس، يبقى كده صح تمام. وبعدين في الاطفال بيعمل شورت ستيتشر، يعني هو ايه بيخليه طوله قليل، يعني بيخليه قصير، عشان ده يعمل كده علامه استفهام، بيعمل بريماتيور كلوجر للإبيفيسيس. طبعا الإبيفيسيس كل واحده دي اوستيفيكيشن سنتر هتاخده في ان شاء الله بعدين في سنه رابعه. ده طبعا كل عظم ليها بتقفل امتى، بتوضوا خطه في الاناتومي الكلام ده كله. فعشان كده طبعا بيطول من اللونج بونز، هنا يبقى بيعمل بريماتيور كلوجر للإبيفيسيس، بتقفل بدري، فتلاقي الولد قصير وجرم كده وعنده عضلات كده. وبنفس الكلام ده بيعملوا كورتيزون يخليه ستانت جروس، لكن الكورتيزون بيقلل العضلات، ما ننساش الكورتيزون كاتابوليك، لكن المجموعه ديت انابوليك، لكن هما الاثنين هما والكورتيزون مشتركين يخلي بقى ستانت جروس او يخلي الولد قصير، عشان هما الاثنين بيعملوا بريماتيور كلوزر للإبيفيسيس، فاللونج بونز مش هتطول. لكن ما ننساش الكورتيزون كاتابوليك، لكن طبعا المجموعه دي اسمها انابوليك هرمونز. وطبعا بالعقل الكورتيزون كاتابوليك دي ده بتاع الحساسيه، اشهر دواء بيستعمله في الحساسيه الكورتيزونات. يعني ايه حساسيه؟ يعني في عندي انتيجين دخل في فورين بروتين، فكون الكورتيزون مهم قوي في الحساسيه يبقى اكيد لازم بيكسر الانتيجين، يعني كاتابوليك. عشان مفيش حد يقول لي الكورتيزون انابوليك، الكورتيزون كاتابوليك. اذا دي او بتهمنا في الاكزامبل بتاع الانابوليك استرويد والانديكيشن بتاعته والادفيرس افكت. اوكي بعد كده بقى هاو تو انتاجونايز الاكشن بتاع الاندروجين، دول عايزين بس اساميهم بس. مثلا الكيتوكونازول ده بينهبيت السينثيسيس، وطبعا ده اصلا خدناه زمان في 1 و 2، ده انتي فانجل ايجنت، ده ضد الفطريات، لكن برضه بينهبيت كل الاسترويدز ومن ضمنها طبعا التستوستيرون. وبعدين الفيرازيترايب ده يمنع الاكتيفيشن بتاع التستوستيرون، اسمه بروسكار ده اسم التجاري بتاعه، ده بيستعملوه عشان الورم الحميد بتاع البروستيت بيناين بروستاتيك انلارجمنت. ليه؟ طبعا عنده لازم في البروستيت لازم عنده التستوستيرون شغال، التستوستيرون الشغال لازم يحصل له اكتيفيشن في الجسم الى داي هيدرو تستوستيرون، ده اللي هو الاكتيف فورم اوف تستوستيرون. طبعا ده محتاج انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيف انزيم، بعمل ريدكشن تستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون، فبيجي الدواء ده 5 الفا ريدكتيف انهيبيتور، اذا يمنع الاكتيفيشن اوف تستوستيرون مش هيشتغل كويس، اللي ممكن نستعمله في حالات البناين البروستاتيك هايبرتروفي او حالات الكانسر، عشان طبعا يمنع النمو بتاع الايه التيومر. في بقى حاجات تقفل الريسبتور اللي هو السبروتيرون، اذا حاجات تمنع السينثيز كيتوكونازول، حاجات تمنع الاكتيفيشن اللي هو الفينازيترايد، وحاجات تقفل الريسبتور كومبتيتيف اللي هو سيبتروم. اساميهم بس طبعا دول عشان ترو اند فولس، مثلا يعني مثلا سيبتروم دوت انتي اندروجين عشان بيقفل الريسبتور مثلا، او مثلا الفينازيترايد دوت بيمنع الاكتيفيشن، بيمنع الاكتيفيشن والتستوستيرون، يبقى تو اللي تهمنا. البروجستيرون برضه مش عايزين بقى الفيسيولوجي بتاعه، انا يهمنا في بيج 65 انتي بروجستين، ده اللي يهمنا. ودول اتنين بقى احفظهم برضه،
نشف الستون ده بيمنع بيبروك ريسبتورز. لاحظ بقى ايه علاجه بقى ايه استعمله امتى بقى؟ ثيرابيوتيك ابورشن. يعني ايه ابورشن؟ جهاد يعني جهاد جهاد. طبعا هتاخد ان شاء الله في السنه الجايه في النساء عبر النساء الاجهاد. طبعا في انواع مختلفه، في مثلا اجهاد منزل. اجهاد منزل يعني مثلا ستها حامل في اول شهرين ثلاثه كده، نزل على حد بتسقم دم كده، هتشوف شويه مغص كده في بطنها، ده انذار ان يعني في اجهاد. بنسميه دوت هو ايه؟ اللي هو هفتكر اسمه دلوقتي. طبعا ده الست تقعد في الست تستريح تمام. وبعدين دي ممكن بنزلها، كنا احنا خدنا بيتا 2 اجونست اللي هو بيسموه ثريتن ثريتن ابورشن اجهاد منذر، عشان البيتا 2 بتريلاكس اليوترس. طب بقى انا بقى لو انا عاوز اعمل اجهاد مثلا ايه؟ ست خدت مثلا دواء، مثلا خدت الدواء معروف ان الدواء ده تراتوجينيك وهينزل مثلا بيبي متبهدل خالص، او مثلا ست عندها اكيوت هارت فيلير وحصل فيها حمل مش هتستحمل الحمل ومشاكله، ده يسموه ثيرابيوتيك ابورشن. يعني انا بعمل اجهاض لسبب علمي طبي، غير طبعا اللي هو الاجهاض اللي هو الاجرامي دوت تمام. طب ليه بعمل كده بقى؟ معقول طبعا ان الاستروجين دوت ده يوتراين كونتراكشن، بينما البروجسترون ده يوتراين ريلاكشن. عشان كده ما انتوا خدتوا بالفسيولوجي او هتاخدوا انه طول فتره الحمل تلاقي الاستروجين قليل في جسم الست الحامل والبروجسترون عالي. ليه؟ عشان انا اثناء البريجننسي مش عايز اليوترس يكونتراكت عشان ينمو وست بطنها تكبر كده تسع شهور. اذا نحفظ كده، البروجسترون دوت ريلاكسن، الاستروجين دوت ده كونتراكشن. لما يجي بقى ميعاد الولاده تلاقي سبحان الله البروجسترون هيقل والاستروجين يزيد مع البروستاجلاندين عشان يعمل كونتراكشن في اليوترس. طب يبقى دي الست حامل وانا عايز اعمل لها اجهاض، لازم اذا امنع شغل البروجسترون، لازم اوقف البروجسترون اللي هو البروجسترون انتاجونست. لما احب اعمل قلنا اللي هو ثيرابيوتيك ابورشن، اجهاض لسبب من الاسباب، مش كريمنال ابورشن. مش طبعا ده الاجرام دوت اللي يكون مع ست حامل وتسقط نفسها، طبعا ده كريمنال ابورشن اللي ما فيش ميديكال انديكيشن. اذا نستعمل ده الانتاجونست بيكون في عندي اللي هو قلنا ايه في حالات الثيرابيوتيك ابورشن، يعني في سبب ان انا اعمل ست اجهاض لازم انقص الليفل بتاع البروجسترون. ليه؟ عشان هو يوتراين ريلاكسن، انا عايز اليوترس يشتغل، اذا لازم اوقف شغل البروجسترون اديله هو ايه؟ بروجسترون تو بلوك ريسبتور. الحاجه الثانيه انترا يوتراين فيتال ديث، يعني ست مثلا حامل بطنها بدات تكبر كده الشهر الخامس السادس، وبعدين بعد كده البطن وقفت على كده، احنا دخلنا في الشهر التاسع وبطنها لسه صغيره ما كبرتش بقى زي الستات التانيين. طبعا لازم حصل فيه مشكله ان الولد مات جوه، انت هيتراين في تلدس، اذا طبعا ده لازم ينزل تمام. برضو اديله الدواء ده انت هيتراين في تلدس، او لو في بقى بروجسترون سنسيتيف تيومرز. دايما الستات مثلا بيجي لها مثلا كانسر بريست لا قدر الله، او مثلا كانسر في السيرفكس او في البودي بتاع اليوترس او في الاوفري. دايما بقى في السكس في الكانسر بتاع السكس سكس اورجان سواء ميل ولا فيميل او بالوقت في الفيميل، بنقيس دايما الهرمون ريسبتورز. يعني مثلا انت عندها بريست كانسر، اشوف مثلا الكانسر بياخد منه عينه، يشوف ترى في استروجين ريسبتورز كتير ولا قليله، او في مثلا البروجسترون ريسبتور كتير ولا قليله. فلو مثلا التيومر ديت مليانه او عندها البروجسترون ريسبتورز كتير، اقول عليه ده
بروجستيرون سينسيتيف ريسبتور. اذا في العلاج يديله انتي بروجستيرون عشان اقلل النمو. لو في كانسر تاني الاقي مثلا الست عندها مليان استروجين ريسبتورز، اذا ده في العلاج بتاعه اديله انتي استروجين. اذا دايما في السكس هرمونز استعملهم اللي هم الانتاجونز بقى، مثلا استروجين انتاجونز او بروجستيرون انتاجونز، استعملهم في الهرمون السنسيتيف تيومر. لو كان مثلا سنسيتيف للاستروجين اديله انتي استروجين، لو سنسيتيف للبروجستيرون اديله انتي بروجستيرون. اعرف ازاي انه سنسيتيف؟ بقيس النمبر اوف ريسبتورز على التيومر. اذا دول اللي هم الثلاثه انديكيشن بتاعته. او ممكن في حالات الكوشنج سيندروم، عشان برضو زي ما بيقفل لي البروجستيرون ريسبتور بيقفل لي الكورتيزون ريسبتور. طبعا البروجستيرون والكورتيزون دول كلهم اللي هم ليهم نفس النيوكليس واحده اللي هو الستيرويد، الستيرويد نيوكليس اللي هي سايكلوبنتانو ترهايدرو فينانسيل نيوكليس اللي خدتوها مع الدكتوره تاميليا، اللي هي فيها ثلاثه بزيد رينج واحده ستيرويد في الاخر فوق كده. دول كلهم شبه بعض. اذا لما انا اقفل البروجستيرون ريسبتور ممكن برضو اقفل الكورتيزون ريسبتور. زي مثلا لما ادي مثلا بيتا بلوكر في واحد مثلا بيتا 1 سيلكتيف، ممكن يقفل برضو البيتا 2 ريسبتور. تمام. طبعا هو مالي بيقفل البروجستيرون، لكن مثلا لو جوله زياده شويه ممكن يقفل لي الكورتيزون ريسبتور. ده في حال بقى كوشنج سندروم. كوشنج معناه هايبر فانكشن في الادرينال كورتكس، بطلع كورتيزون كتير. تمام. اذا انا عايز اقفل الكورتيزون ريسبتور. الدواء الثاني بقى هو الدنازول. احفظ بس الدنازول ده بارتشال اجونست للاندروجين والبروجستيرون ريسبتور، بس عمل حاجه اسمها انجيوديما وحاله الاكني. طبعا اكني لو حب الشباب هيرسوتيزم، يعني في شعر كتير قوي. طبعا الشعر الكتير قوي ده لما يجي للستات او بيجيلها مثلا حب شباب او بتاع، يبقى في شويه يعني في زياده يعني اندروجينيك اكتيفيتي شويه. بس احنا نفرض ده نزول كده كاسمه والبيش فريستون. اهم حاجه في الدنازول اللي ممكن تيجي في الامتحان اللي هو اندومتريوزس والفابروسيتيك ديزيز اوف ذا بريست، يعني تمام. عشان بنهبل الفولج ستيفريك هرمون والترانزيك هرمون. ليه؟ شوف ده اجونست بارتشال، بارتشال اجونست، لكنه عامل زي البروجسترون بالظبط. انت لما بتدي بروجسترون للست هتوقف البيتوتري جونادوتروفين. مش في فيدباك ميكانيزم بين البروجسترون والبيتوتري، او بين الاستروجين والبيتوتري، او بين الكورتيزون والبيتوتري، او بين الثيروكسين والبيتوتري. فمثلا لما بدي بقى بروجسترون اجونست على خفيف هنقص البيتوتري جونادوتروفين اللي هي الفولك ستريك هرمون والريتونايتنج. اذا ينفعني في حاله الاندوميتريوزس لما يكون في عندي بقى اللي هي البطانه الرحميه المهاجره، يعني تلاقي الست كده في عندها اندوميتريوم بره اليوترس. طبعا ده بيعمل مشاكل كتير قوي. طبعا ده معناه ايه؟ معناه لازم البيتوتري شغاله عماله تطلع فولك ستيمولتنج والريتونايتنج، فلدرجه انها نشطت تيشو تاني بره اليوترس. اذا في الحاله دي انا عاوز اعمل سبريشن او انهيبيشن للبيتوتري جونادوتروفين. هدي بس الاهتمام الدنازول بيستعمل فين؟ في حالتين. هدي الاهتمام في حاله الاندوميتريوزس والفابروسيستيك ديزيز بتاع البريست. الميفيبروستون بيستعمل فين؟ لما ثلاث حاجات، ثيرابيوتيك ابورشن، انتريتراين فيتال ديف، او في حالات البروجسترون سنسيتيف تيومرز. مش فاهم حكايه الانجيو دي، ما دي ما تهمهاش قوي. خلاص. اذا احنا خدنا كده انتي بروجستين وخدنا انتي اندروجين. نيجي بقى للاستروجين. الاستروجين برضه هناخد فيه الانتي اللي هي في بيج 67 هاو تو انتاجونايز الاكشن اوف استروجين.
بيبقى نعرفه بقى. في بقى استروجين سيلكتيف استروجين ريسبتور موديفاير. يبقى ايه الحدوته دي بقى نفهمها. يعني مثلا انا في ست عندها مثلا كانسر بريست لا قدر الله، ولما قسنا الريسبتورز لقينا دوت استروجين ديبندنت كانسر بريست، يعني بينمو في وجود استروجين. هو كده اذا طبعا عايزين نفوت الدنيا ده انتي استروجين عشان ايه كنوع من الميديكال تريتمنت اوف كانسر بريست. طبعا مثلا في الكانسر بريست طبعا تكون مثلا في نمبر 1 سيرجيكال طبعا تمام. وبعدين طبعا في الراديشن، لما الراجل الجراح بيجي يشيل ممكن مش هيشيل كل حاجه، يعني في حاجات كده مايكروسكوبيك لازم يكون فيها بعديها الراديشن، ممكن مثلا في بعديها اللي هو ميديكال اللي هو الانتي كانسر دراجز. هنا طبعا لازم نديلها انتي استروجين. طب الحمد لله. طب ممكن يعمل لي بقى مشاكل، هيروح عند البون يعمل لي سيتي اوستيوبوروزس، يعمل لي بقى مشكله. فعشان كده جم العلماء بقى قعدوا يلعبوا في الاستراكشر بتاع الاستروجين انتاجونست القديم عشان يطلعوا لي واحد كده عاقل. الحكايه البيتا بلوكر كان اول واحد بروبرانولول، كان بيقفل كل البيتا ريسبتورز واحد واثنين. اجديه مثلا في الانجينا وعين عنده برونكال ازمه يعملوا برونكوسبازم. قعدوا يلعبوا راحوا مطلعين مثلا واحد سيلكتف للبيتا 1 وواحد ثاني سيلكتف للبيتا 2. هنا بقى عملوا لعبه كويسه قوي، خلوه بارشال اجونست. طبعا كلمه فرق على خدمه في الجنرال، طبعا في بيور اجونست ده بيستيمولت الريسبتورز بتاعتي، في بقى بيور انتاجونست ده بيبلوك الريسبتور بتاعتي، في بقى واحد بقى منافق بين البنين يقول لك ايه اجونست انتاجونست، يعني في حتت يشغلها وحتت يقفلها، او يسموه بارتشال اجونست او بارتشال انتاجونست، او يسموه دوالست. دول يعني مزدوج، يعني ممكن يشتغل في حته اجونست ويشتغل في حته انتاجونست. ده اللي عمله بقى هنا. انا عندي مثلا كانسر بريست، يا ريت الدواء اللي اجيبه يبقى انتاجونست عند ريسبتورز اللي عند البريست، يعني يقفل لي الاستروجين ريسبتور اللي عند البريست يقفلها عشان يمنع النمو بتاع السرطان. لكن يجي عند الاستروجين ريسبتور الثانيه اللي انا عايزها في البون لا يشتغل عليها عادي خالص اجونست عشان يمنع الاوستيوبوروز. دي بقى الحكمه بتاعه اللي هي سيلكتيف استروجين ريسبتور موديفاير او موديوليتور، يعني في حتت يشتغل اجونست وحتت يشتغل انتاجونست. اوكي، فنحفظ منهم زي اللي هم الكروموشين. عندنا مثلا كروموشين دوت طبعا ده بيديوس اوفيوليشن، وتاموكسيفين ده يوزد ان اوستيوبوروزيس. خلاص شو بقى these drugs are capable of stimulating estrogen receptors in some organs زي البون. هنا شغل كأجونست، إذا useful في حالات الأوستيوبوروزيس. تمام. وبعدين بعدين بعد كده كان بقى and blocking it in other organs زي البريست، يبقى useful in estrogen dependent cancer breast. خلاص إذا نعرف الكروموشين دوت بي انديوس اوفيوليشن، اندكشن اوفيوليشن يعني الست اللي عندها ما عندهاش تبويض ده بيساعد على التبويض، ولكن التاموكسيفين وروكسيفين دوت بتاع الاوستيوبوروزيس. احنا شفنا بتاع الاوستيوبوروزيس دوت ايه انه ينفعني في حالات الاوستيوبوروزيس عشان بيستيموليت البون الاستروجين ريسبتور اللي في البون. طب هنا بقى الكروموشين دوت حد يقول لي كده عشان يعمل اوفيوليشن يعمل ايه في البيتويتري جونادوتروفين؟ يا شباب تاني انا بقول لك ايه الكروموشين ده بستعمله تو انديوس اوفيوليشن. ايه الميكانيزم ازاي؟
هو مين بيعمل اوفيوليشن او ازاي بيحصل اوفيوليشن؟ خطوره ما خدتوهاش؟ مش في عند حاجه اسمها بيتويتري جونادوتروفين او بيتويتري من الانتيرو بيتويتري بطلع حاجات جوناد الجوناد اللي هو التستس والاوفري مش كده؟ فطبعا في عندي حاجه اسمها فوليكل ستيمولاتنج هرمون او فوليكل ستيمولاتنج هرمون بيستيمولات الجرافيان فوليكل اللي في الاوفري عشان في الاخر لما تكبر تعمل اوفيوليشن. اذا اكيد الدواء ده اللي هو كلوموفين بيستيمولات البيتويتري جوناد التروفين خليها تطلع. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه بقى في سيلكتيف استروجين ريسبتور داون ريجوليتور. تمام؟ طبعا ده بستعمله عشان انا تبلوك الاستروجين ريسبتور في كانسر بريست. اذا بتاع الكانسر بريست اللي هو فولفاستاتين. لكن اللي فوق دول عشان الاوفيوليشن وعشان الايه؟ الاوستيوبوروزيس. الاراموديد النبضه مش عايزينه. مش عايزين الباقيين. يبقى انت بس احفظ لي واحد واثنين. تمام؟ ان الاولين دول طبعا دول اجونست. فبستعملهم طبعا الكلوميفين والتاموكسيفين. الكلوميفين ده عشان الاوفيوليشن والثاني عشان الاوستيوبوروزيس. الثانية بقى طبعا ده بيبلوك او بيانتاجونايز. ده بتعمله في الايه؟ في كانسر بيست. خلاص؟ اذا دول النهارده تعملوها صفحه واحده تبقى. يعني باراجراف اللي هو انتي اندرجين مع الانابوليك. وبعدين باراجراف صغير انتي بروجسترون. هما الاثنين دول قلنا عليهم الاثنين بتوع البروجسترون البيفي بروجسترون والدنازول. وبعدين الانتي استرون برضه في مجموعتين. مجموعه استعملها عشان اوفيوليشن وكروموفين. مجموعة تعملها في حالات الاوستيوبوروزيس اللي هو تاموكسيفين. وبعدين واحد تاني استعمله في الكانسر بريست. خلاص؟ اخر حاجة بقى في الموضوع ده اللي هو الكونتراسيبتيفز اللي هو منع الحمل. طبعا دي تاخدوها ان شاء الله بقى بالتفصيل. احنا بس يهمنا اللي هو اقراص منع الحمل. كونتراسيبتيف بيلز. عشان في وسائل اخرى هتاخدوها طبعا في امراض نساء وتوليد بعدين. فاحنا بنقول كده انا عايز امنع الحمل. هو الحمل جاي نتيجه ايه؟ نتيجه ان الست حصل لها اوفيوليشن. فطبعا طلعت الاوفم وجي طبعا جوزها عنده السبيرم حصل فيه فيرتيليزيشن. اذا الحل ان انا اسهل حاجه ما امنع الاوفيوليشن. طب هو ايه سبب الاوفيوليشن؟ لسه قايلين دلوقتي سببه ان البيتريتري جونادوتروفين بطلع فوليكل ستيمولاتنج هرمون عشان يعمل جروث ريجريشن فوليكل. طبعا لما تعمل رابتشر تطلع منها الاوفر. وبعدين بعد كده يطلع حاجه اسمها لوتينايزنج هرمون عشان تعمل كوربس ليوتيم. عشان لو حصل في بريجننسي يسموه كوربس ليوتيم اوف بريجننسي. ده اللي بيطلع البروجسترون عشان يحافظ على اليوتراين ريلاكسيشن طول فتره الحمل. ده لو حصل حمل الكوربس ليوتيم ده يبقى شغال على طول. طب لو ما حصلش حمل يسموه كوربس البيكان باللاتيني البيكان ابيض عشان حصل فيه فايبروزس. مش هيطلع بروجسترون بقى خلاص مفيش حمل مش عايزين. مش ده النورمال سيكونس طبعا بتاع الفيميل سايكل. تمام؟ اذا في الحاله دي انا عاوز امنع بتويتر هرمونز. انا عارف ان في فيدباك ميكانيزم بين الجونادز وبين البتويتر. كلنا حافظين والله لو الثيرويد جراند طلعت ثيروكسين هينهبت اللي هو الثيرويد سيروتك هرمون. لو مثلا انا اديت من بره الكورتيزون احمع نزول الاي سي تي اتش من البيتوتري اللي هو الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. طب لو انا اديت من بره الاستروجين حمع البيتوتري ما طلع عليه فوليكل ستيمولينج. اذا مينلي فيها الاستروجين ده عشان يسبرس البيتويتري جونادوتروفين يعمل لي الفوليكل ستيمولينج هرمون عشان ما يكبرش الفوليكل يعمل لي اوفيليشن. بس طبعا الاستروجين بقى في حبه مشاكل بيعمل مش عارف ثرومبوز
لما نحط معها حبة بروجسترون. إذا أقسم الحبة فيها الاثنين، فيها الاستروجين وفيها بروجسترون. أي ميكانيزم المين ميكانيزم إن دول بيبقى في فيدباك ميكانيزم بينهبت البيتيوتري كونادوتروفين. إذا ما فيش عندي جروس الجراف الفوليكل وما فيش عندي أوفيوليشن، حتى يسموها نان أوفيولاتري سايكل، يعني بديلها دورة. طبعا دي دورة مش طبيعية، دي دورة صناعية، بديلها دورة من غير أوفيوليشن، يعني ينزل عليها الدم وكل حاجة لكن مفيش أوفر نزل. هو اللي حصل بقى. طبعا الست دي دايما مهمة جدا بالنسبة لها، طبعا اللي هي الدورة بتاعتها عشان طبعا تحس بكان انها كسر. فانا عايز تؤمنك نيتشر، هي ست معروفة عندها تجيلها الدورة كل شهر، تقعد مثلا معاها 5 ايام اللي هو البليدي، وبعدين بعد ال5 ايام بترفع الدم طبعا، ويبدأ بقى البيتوتري تطلع الفولكل فيزيكال هرمون المشغل الاوفري. تيجي بقى في يوم ال15 يحصل عندي اوفيوليشن، تطلع الاوفر خلاص. لو حصل في فيرتلايزيشن هتكمل الاوفر تمام، وبعدين ما حصلش فيه بقى فيرتلايزيشن بيتحول الى كولبس البيكنز بقى وفايبروزس، مش هطلع من التستوستيرون ولا بتاع من ده. يبقى في عندي سادن ديكريز، اذا في عندي سادن ديكريز فين؟ سادن ديكريز في البيتوتري جلاندوتروفين. وبالتالي لما في سادن ديكريز يحصل في عندي بليدنج وشيدنج اوف الاندوميتريوم اللي هو بيقول عليه بيقول عليها الدوره او الدم بتاعها. طب لو انا اديت استروجين وبروجسترون على طول، خد كل يوم حبايه من الحبايه دي استروجين وبروجسترون لمده 3-4 شهور، هل هيجي لها بليدنج ولا مش هيجي لها بليدنج؟ حد يقول لي. يعني الست قاعده كل يوم حبايه، كل يوم حبايه، ها لمده قد ايه يا دكتور؟ يعني خد تاخد حبايه من الحمل كل يوم، ما بطلتوش خالص، قاعد 3 شهور تاخد. مش هيجي، مش هيجي طبعا، مش هيجي لها بليدنج طبعا. ليه بقى؟ هو طبعا كلمه بليدنج معناه ايه؟ بليدنج نتيجه ان في سادن وذرول of hormones، يعني فجأة الاستروجين والبروجسترون قل. ففي السكت الطبيعية العادية حصل فيها عندها ovulation، إذن عندها بروجسترون وعندها استروجين، بعدين ما حصلش حمل، فالجزء اللي كان بيطلع استروجين بروجسترون دوت حصله fibrosis. إذن نسيتي حصل لها sudden decrease في السكس هرمونز، يجي لها bleeding، يجي لها نزيف اللي بتقول عليها هي الدوره بتاعتها بتاعت 5 ايام. اذا الست اللي من بره دي خدت كل يوم استروجين مش هيجي لها بليدنج خالص. فعشان كده طبعا ده عملنا كده، طب احط لك لا ده انا عايز ابقى حامل ومش عارف ايه وجوزي هيطلقني، حاسس انها بقت غير طبيعيه، لازم نعملها نوع من الارتفيشال بليدنج، نخلي الدم ينزل عليها كل شهر. بس لا، مش الدم الاصلي، ده دم ارتفيشال. ازاي؟ قال يا ستي دي عايزه مش عايزين حمل دلوقتي. اولا انا عايز اضمن انك انت مش حامل. ليه؟ عشان لو ست حامل في الاول، في اول مثلا اسبوعين ثلاثه ولا اول مش ضمني، لو كانت لسه حامل دلوقتي وانا ادي لها سكس هرمونز ديت هيعمل لي فيتال تيراتوجينست يبهدل الدنيا. لازم اضمن ان الست ديت مش حامل وهي مش عايزه تحمل بعد كده. اقول لها ايه؟ تعالي يا ست بعد الدوره بتاعتك ما تيجي، تجي لك الدوره بتاعتك او يعني مثلا اللي راسها ايه، او ما جيلك الدوره خامس يوم الدوره، بعد خامس يوم تاخدي كل يوم حبايه. يعني مثلا جات لها الدوره يوم السبت، يبقى السبت 1-2-3 تبدا من يوم الاربع تاخد حبايه كل يوم تمام. يعني المده دي 21 حبايه. يعني طبعا من الاول خدها من يوم 5 كمان 21 حبايه، يبقى 26 في الشهر او 27 في الشهر. ده لو وقفي، لما توقف يبقى الاستروجين والبروجسترون قل، يحصل لها بليدنج. لكن ده مش بليدنج بتاع المنستريشن، ده بليدنج ارتفيشال. وعشان كده هتاخد بعدين بقى طبعا لسه وفي الولاده في فرق بين البليدنج اللي بيحصل مع قسمه الحمل
وبين البليدنج او الدم اللي موجود بتاع الناتشرال النورمال، في فرق في الكونستيتس بتاعته. تمام؟ فعشان كده بنديها 21 حبايه عشان نضمن ان الست كل شهر يجي لها بليدنج، حاجه نفسيه بالنسبه لي. طب دي لو ست كبيره ومش عايزه حمل وبتاع، وراحه مثلا راحه مكه تحج وراحه عمره ومش عايزه مثلا ينزل عليها نزيف عشان تقعد 3 شهور هناك مستريح، يا خاتم خد الحبايه ديت كل يوم لمده 3 شهور مش هيجيلك بليدنج. تمام؟ اذا دي الفلسفه بتاعه الايه الكنز. هنا بقى في عندي كومباين كيمز كومباين، يعني فيها الاثنين استروجين وبروجسترون، لكن في مجموعه ثانيه فيها بس بروجسترون اونلي، لكن اللي عليكم اللي هي الكومباين بيلز 21 دايز بيلز استروجين مع بروجسترون تيكن ديلي كل يوم من الفيرست داي اوف ذا سايكل من خامس يوم الدوره لمده 21 يوم، وبعدين 7 days off تبطل الحبات ديت في 7 أيام دول حيز عليها الدم بقى تاني يوم تالت يوم، وبعدين خامس يوم من الديس artificial bleeding تبدأ تاخد تاني حباية كل يوم كل يوم. كم ده مهم ليه بقى؟ عشان بقى من ضمن المشاكل بتاعة البيلز لو الست ما انتظمتش تاخد حباية كل يوم، وجات مثلا ايه نسيت في يومين ما خدتهمش هيجي لها بليدنج. فستات البلدي اللي هم اللي بيبول اللي مش متعلمين تقول الله ده انا جاي نظيف، ده انت عشان انا بقالي 10 ايام باخد الحبوب بتاعتك ونسيت اخد مره دول يبقى ده من الحبوب بتاعتك. لا لا يا ست، ده النظيف اللي جالك عشان تنسيتي تاخدي الحبايتين، لازم يعني اقول لها ازنح في دماغها كده من الاول تاخد حبايه كل يوم يا ماما. وعلى فكره انت لو نسيتي تاخدي حبايه وحبايتين هيزيد عليكي دم، ده مش من الحبوب اللي خدتيها، دي من الحبايتين اللي انت نسيتي تاخديهم. لازم تاخد بسرعه الحبايه، لازم تفهمها كده كويس قوي 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 عشان طبعا ايه تستمر على انها تاخد الحبوب دي. خلاص؟ في بقى باتش يعني نحط لزقه، طبعا ايش ضمني مثلا ان الست تاخد كل يوم الحبايه؟ ممكن تكسل تاخد او ما تاخدش. طبعا في بقى هتبقى في ناس بعدين في طرق معينه ازاي انا اضمن، في بس حاجات ممكن تقعد 3 شهور، حاجات مثلا تقعد حقن تقعد 3 سنين تمنع الحمل. انا بس يهمنا البيلز دي او النيه دي. تمام؟ طبعا برضه في بارنترا هو ميدروكسي بروجسترون يقعد 3 شهور، في مثلا امبلانت يعني تنزلها تحت الجلد، كلمه امبلانت يعني يبقى حاجه بيلت يعني حاجه كده زي الشريحه بتاعت الكمبيوتر دي تتحط تحت الجلد وتقعد مثلا ايه تقعد 2-3 سنين كده تطلع الهرمونات دي امبلانت، او تقعد 5 سنين. تمام؟ انا بس يهمنا الاولانيه. بعد كده بقى في بقى ايه طبعا 69 مش عايزينها، انا يهمني بقى اليوزز والميكانيزم اللي هو بيج 70 و71. هنا بقى الميكانيزم هو نمبر 1 البريفنشن اوف بريجنسي. طبعا بس يعني بستعملها طبعا اليوز عشان بريفنشن. ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ في 3 نقط اهم حاجه انهبيت اوفيوليشن باي انهبيتنج بيتوتري فوليكل ستيمولاتنج اند لوتينايزنج هرمون. عشان بقى عشان حبايه فيها استروجين فيها بروجسترون، الاستروجين يمنع خروج الفوليكل ستيمولاتنج هرمون، والبروجسترون يمنع الريليز بتاع الاستروجين هرمون بالفيدباك ميكانيزم. الاثنين بقى تاني دول كده ايه يعني يقول لك ايه هوستايل اندوميتريوم، يقول هيخلي الاندوميتريوم كده زي ما تقول ابنورمال، هوستايل يعني عدو يعني يعاكس الفيرتلايزيشن. تمام؟ سوري يعاكس الامبلانتيشن، يعني عشان ممكن يلخبطك الجلايكوجين يبقى مثلا مش هيغذي الزايجوت كويس، يعني في اوفوليشن وحصل فيه فيرتلايزيشن بس جه الزايجوت جه يلزق في الاندوميتريوم لقى كده ايه ناقص تغذيه يعني عدو هوستايل يعني يمنع الايه الامبلانتيشن بتاع الزايجوت. او ناس يقول لك تانيين كمان ايه بيعمل ثيكنس ويعمل اسيديتي في السيرفايكال ميكوزا او ميوكوس، يعني يخلي الميوكوس
بتاع الفيميل يبقى مور فيسيد ومور اسيد، اذا السبيرم هي ماشيه فيه ممكن تموت. طبعا دي كلها نظريات، لكن الاساسيه بالعقل كده انه بيمنع الاوفيليشن. اذا ديس ارتفيشال سايكل يبقى نون اوفيولاتري، مفيش حد يقفهم خالص يعني. تمام. اذا بستعمله قلنا في حالات بريفنشن اوف بريجنسي، استعمال الثاني عشان امنع اوفيوليشن مثلا زي حالات ايه الاندوميتريوزيس استعملهم، او بقى ريجوليشن اوف ذا منسترال سايكل. دايما بيكون لسه بنت صغيره كده مثلا سنها 10 سنين ولا مش عارف بعد سنه 19 سنه بتبقى يعني بيبرتي بدري شويه، طبعا لحد ما تنتظم الدوره تبقى متلخبطه، تلاقي مثلا ايه يجي لها مثلا يوم بليدنج بعد ما بعدين بليدنج تاني وتسخر دي بتبقى خايفه وتلاقي كده متلخبطه. فطبعا الحاجات دي مأثره فيها وعملها مشاكل، ممكن نديها بقى الفيز دي عشان تنظم الدوره بتاعتها كده لحد ما تبقى مور ماتيور. تمام. دايما في بنات كده في الاول بتعمل لهم مشكله الحكايه دي، بتبقى ملخبطه معاهم قوي وتعمل لهم ستريس جامد قوي. فطبعا لكن في ناس ثانيين بيمشوا معايا لحد ما بقوا مور ماتيور في سن 15 16 وبقت عادي خلاص. اذا لو في عندي مشاكل قوي في 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 السايكل ممكن نظبطها كده، عشان في ايدي انا بقى، انا في ايدي المفتاح بتاع البليدنج، اديها بس 21 حبايه هيجي لها بليدنج بعد 26 يوم، اديها 30 بعد 30 يوم يبقى معايا المفتاح بتاعي. اليوز زي ما اتفقنا اهم حاجه امنع البريجنسي، رقم اثنين امنع الاوفيليشن في حالات تانيه بقى مثلا اندوميتريوزز او لو كان عندي الريجولر منسترال سايكل. تمام. وبعدين كانوا زمان كانوا كانوا زمان بيمنعوها يستعملوها تو سبريس لاكتيشن، يعني مثلا واحده ست مثلا حامل، معلش انتوا معايا يا شباب؟ ايوه مثلا واحده مثلا ست حامل ووضعت الحمد لله، طبعا البس بتاعها مليان لبن بقى عشان البيبي، جه مثلا البيبي مثلا نزل ميت او مات بعد اسبوع لا قدر الله، طبعا لو فوت البريست كده مليان ملك هيخش بقى في ماستيتس ويعمل لها خراج وشغلانه. اذا احنا عايزين حاجه تمنع الايه ما تخش البيتوتري تعمل ملك، فكل ده بيستعملوا الاستروجين عشان يعمل يمنع اللي هو تسبرس لاكتيشن. لكن طبعا ده كان دينجرس، لكن دلوقتي بيستعملوا دوبامين انتاجون دوبامين اجونست. تمام. يعني طبعا الدوبامين دوت هو اللي بيقفل لي البرولاكتين، يعني البرولاكتين دوت ده بيطلع من البيتوتري من اسمه برولاكتين لاكتوز، ده اللي بيخلي البريست يعمل ملك. فالست بقى اللي هي الحامل بقى يبقى عندها البرولاكتين يبتدي يعلى، ولما تيجي تولد بسلامه كده تلاقي بقى تمام التمام صدرها مليان لبن عشان البيبي. انا بقى عايز امنع الكلام دوت، لازم ادي اوقف شغل البرولاكتين. ايه هو بقى البرولاكتين الناتشرال انتاجونست للبرولاكتين اللي هو الدوبامين، ده احنا خدناه بتاع الكارديوفاسكولار. اذا بس طبعا ما فيش طبعا دوبامين طبعا بتاع الهارت بقى، نستعمل دوبامين اجونست. اذا في حاجه اسمها دوبامين اجونست لو بارلودين دوبامين ده بستعمله عشان تو سبريس لاكتيشن، ما بستعملش الفيز دي. بعد كده بقى الادفيرس افكت مهمه جدا بس ما اعرفها بقى بالطريقه دي، سيفير او دي في تي دي فينس ثرومبوز، طبعا دي نتيجه ايه؟ مع الكونتينوم ديوز طبعا. طبعا دي ممكن تعمل بقى ثرومبوز سيربو فاسكولار في البرين، تعمل ستروك، ممكن تعمل كاردياك ثرومبوز انفاركشن، تعمل هايبر تنشن. هنا بقى في النيو بلازما بقى ممكن تعمل تيومر، لكن دي بتزود الريسك وبريست كانسر. خلاص؟ لكن مش الاندوميتريوم ولا السيرفكس. خلاص؟ وبعدين ممكن تعملي جوندس كوليستاتيك جوندس. يعني ايه كوليستيز؟ احنا قلنا قبل كده كولي يعني بايل، مش كده؟ كايل يعني بايل.
وستيتس يعني ايه؟ ها؟ ثبات يا دكتور. يعني حاجة بتصحى ما تتحركش واقفة، مش كده؟ الستيتس يعني الدم ماشي بشويش، هنا معناه إن البايل ماشي بشويش. ليه؟ افرض مثلا في عندي حصوة، هتسد البايل، تعمل صفرة اللي هي الجوندس، هيبقى تعمل جوندس ما عملش بقى حصوة، فعمل التهاب ها في الاندوثيليوم بتاع البيلي تراكت، حاجة اسمها كولونزيتس، بيلي كولونزيتس، التهاب في البيلي كان الكولاي اللي ماشي فيها البايل. طب ما دام في التهاب وانت خاطب الباثولوجي يبقى في سويلنج وفي إديمة، يبقى حقيقة هيعمل نرم للبيلي كان الكولاي، زي بالظبط الزكام، هو الزكام انا ليه مش عارف اتنفس من مناخيري في الزكام؟ عشان النيزل ميكوزا انفرين، طبعا ما دام انفرين بقت كونجستد الدم طبعا عشان عكس الميكروب راح مزود الدم هناك، ما دام كونجستد ما دام حصل فيه كونجستد حصل فيه إديمة ونارون في نزل الميكوزا، هي نفس الكلام هنا برضه. تمام؟ اذا بتعملي حاجه اسمها كوليستاتيك جومبس، اذا ما بيكونش عندك فقره على دواء في الفارماكولوجي بيعمل جومبس، ده معناه حاجه الرجي عمل كوليستاسيس نتيجه انفلاميشن في البيلري كانالي كولاي. تمام؟ كوليستاتيك جومبس. وبعدين برضه ممكن يعكس السكر، امبير جلوكوز التولرانس، ممكن يعمل ديبريشن لان نتيجه البروجسترون. طبعا دي حاجات السيفيل. الحاجات المايلد بقى طبعا النوزيا والفوميتنج معروفه في الاول كده حبه هيك، لكن ما ننساش او من الثلاثه بريك ثرو بليدنج، يعني بليدنج نتيجه بريك، كلمه بريك في المصارعه ولا الملاكمه بيقول لك بريك بريك عشان بيضربوا عن بعض، هنا بقى بريك يعني بعت الحبوب عن الست، يعني الست ما خدتش الحبوب، اذا كده بريك ثرو بليدنج نتيجة إن missed intake of tablet، missed intake of tablet تعمل لي bleeding، نسميه break through bleeding. طبعا الست بقى ديت ايه؟ ما عندهاش ovulation، زي ما اتفقنا. طول ما واخده كده ما فيش عندها ovulation، وتبقى البيتوتري نايمه. يعني مثلا قاعد مثلا سنه يبقى البيتوتري ما بتطلعش خالص كونات تروفي لمدة سنة نايمة. جت بعد كده قال ايه؟ انا نفسي ابقى حامل يا دكتور. تبطل الحبوب هي وحظها بقى. ممكن بقى البيتوتري تصحى بعد شهر، بعد سنة، ممكن ما تصحاش خالص. اذا ممكن تعمل لي امينورية. او امينورية افتر سيسيشن، يعني بعد ما توقف في الحبوب وقلت عايز ابقى حامل مش عارف تعجلها، مش عارف مش حامل. عشان كده دايما بيجي بقى كابل جديد نقول له ممنوع تعمل وسيله منع حمل الا بعد مثلا ما تخلفوا بيبي او اثنين وبعدها، عشان لو ابتديت من الاول، لو ابتديت من الاول كده يمكن بعدين تبقى مشكله. طبعا ده كان زمان ايام كان كله ميديكال، طبعا دلوقتي التخدم بقى الفيرتلايزيشن والحاجات دي كلها بقى سهل. وبعدين بس المره عماله تسخن طبعا عشان طبعا الاستروجين، برضه سكين بيجمنتيشن، في بقى ابسوليوت كونترا انديكيشن يبقى ممنوع خالص طبعا بريجننسي طبعا. ليه؟ طبعا لو ست حامل وخدت الاستروجين والبروجسترون هيعمل لي مشاكل رهيبه في الفيتس، يعني التيراتوجينيك، عشان كده ما تاخدش الا لما يكون في بليدنج النورمال بتاعها من خامس يوم الدوره، اذا ضمنت فعلا ان الشهر اللي فات ما فيش حمل بدليل ان حصل بليدنج عشان حصل فيه سادن ديكريز في الاستروجين والبروجسترون من ايه؟ ان ما فيش عندي فيرتلايزيشن. طبعا الثرومبو امبوليزم او هيستوري، واحد عندها ثرومبوز او حتى هيستوري بتاعها لا ابعد عن حاجه زي كده. وبعدين مثلا لو عندها استروجين ديبندنت نيوبلازم، يعني عندها لا قدر الله سرطان وطلع دوت استروجين ديبندنت، طبعا مش ممكن نديرها طبعا. او عندها ليفر ديبر في مناشئ. خلاص؟ اذا دي مهمه قوي قوي اللي هي
الايه الاورال كونتراسيتيف بيلز بتاعه ده خلاص كده. نعم الانتستين ديبندنت نيد ريز ما ينفعش ادي عليه البريك ثرو بيزنس ممكن يحصلها مثلا تاني يوم يعني مثلا خدت حبايه النهارده كويس ممكن طبعا ما يحصلش وتعدي خلاص وتفتكر تاخد حبايه لكن لو قعد مثلا يومين ثلاثه نسيت ممكن يجي لها بليدنج. فلما نقول لها يا ست انت لو نزل الدم عليكي ده ما مش من الحبوب اللي خدتيها ده انت عشان نسيت تاخدي الحبايه لازم تاخديها على طول. اوكي يبقى المره يبقى هناخد اللي هو دراج يوز تو انديوس اوفيوليشن لو عشان نساعد التبويض وتبقى دي اخر حاجه هناخدها. لكن طبعا من اول اللي هو الجثه ما تمناش بيه يعني هيبقى اخرنا ان شاء الله صفحه 75 اخرنا ان شاء الله. اوكي يبقى نكمل بقى المره الجايه باذن الله. تمام.